بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا بعون الله تعالى وتوفيقه لمدارسة كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. وينعقد هذا المجلس 29 من مجالس مدارسة الكتاب في هذا اليوم الخميس 5 من شهر ذي القعدة سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في ليلة مباركة في مكان مبارك في شهر حرام وبلد حرام، نجتمع في ليلة نستكثر فيها من الصلاة والسلام على سيد الأنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا طمع في عظيم فضل الله ورحمته. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها 10. وهذا المجلس أيها الكرام الذي نتدارس فيه الليلة فصلا في دواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم الحديث في مجالس مضت عن جملة من خصائص ومقتنيات رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكان آخر ذلك في ليلة الجمعة الماضية فصل في أثاثه وسلاحه عليه الصلاة والسلام. وهذا الفصل في الدواب التي ركبها عليه الصلاة والسلام، سواء كانت إبلا أو حميرا أو بغالا وغيرها، عدت وسميت وحفظت أسماؤها. يا قوم، لقد حفظت أسماء الدواب التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها أمة تحب نبيها عليه الصلاة والسلام، وترقب شأنه، وتحفظ هديه، وتنقل بكل حب وحرص وعناية كل ما يتعلق بنبيها عليه الصلاة والسلام. أمة هذا شأنها، حفية بنبيها، أحرى بها أن تكون أطوع ما تكون لسنته، وأثبت ما تكون على هديه صلى الله عليه وسلم. هذه هي أمة الإسلام، تجعل من نبيها عليه الصلاة والسلام قدوة. ولأنه أسوة حسنة في حياة الأمة، فإنها تبحث عن كل شأن من شؤون حياته عليه الصلاة والسلام. هذه الفصول وما سبق وما سيلحق إن شاء الله كلها في سياق عناية أمة الإسلام بكل شؤون سيرتي وشمائلي وأخباري وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها فصول أشبه بسلم يرتقي عليها العبد المسلم درجات نحو العلا هناك في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجو بهذا الحب أن ينشئ طاعة صادقة في حياته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجو بهذا الحب أن يحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجو بهذا الحب أن يكون من أصدق الأمة علما بحياته عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن واحدا من صحابته حسبه أنه فرد من أمته، وإن جاء في آخر الزمان لكن القلب ملئ حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم. فمن الخيل السكب، قيل وهو أول فرس ملكه، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواق الضرس، وكان أغر محجلا طلق اليمين كميتا، وقيل كان أدهم. دواب رسول الله عليه الصلاة والسلام تعددت، فمنها الخيل ومنها البغال ومنها الحمير، وكلها سيأتي ذكرها تباعا في هذا الفصل. أما الخيل فابتدأ بها المصنف لأنها أحب الدواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام النسائي في السنن من حديث أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل، فكانت للخيل في حياته عليه الصلاة والسلام فرحة وابتهاج وسرور، وهي فوق كل ذلك آلة يستعان بها على الجهاد ويغزى عليها في سبيل الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب بعناية. قال: فمن الخيل السكب، قيل هو أول فرس ملكه، كان اسمه عند الأعراب الذي اشتراه منه الضرس، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام السكب، اشتراه بعشر أواق. وكان من صفة هذا الخيل أغر محجلا طلق اليمين كميتا. الغر والتحجيل في الفرس هو بياض في قوائمها وفي جبهتها، الغر بياض في جبهة الفرس، سواء كان لونه أسود أو أحمر أو غيره، فإذا كان البياض في جبهته سميت هذه غرة. وأما التحجيل فالبياض في قوائم الفرس الأربع، وهذا من أجمل ما يكون في ألوان الفرس، أن يكون أسود اللون أو أحمر أو غيره، ثم تأتي غرة البياض في منتصف جبهته مع بياض في قوائمه، فيقال له أغر محجل. قال رحمه الله: طلق اليمين، يعني كانت قائمته اليمنى أو قدمه اليمنى طلقا، يعني بلون الجسد وليس فيها بياض، فكان بياض القوائم في ثلاث دون يمناها. قالوا: هذا أجمل وأشد بهاء في لون الخيل وشكلها. كميتا يعني هذا اللون، وقيل كان أدهم، هذه أسماء ألوان الخيل، فيقال للبياض المختلط بسواد أشهب، ويقال للأحمر كميت، ويقال للأسود أدهم، فعد في لونه أو اختلفت الرواية في لون فرسه السكب، وهو أول ما اقتنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخيل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمرتجز، وكان أشهب، وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت. الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت يقصد رحمة الله تعالى عليه ما أخرج بعض الأئمة في السنن كأبي داود والنسائي، وما أخرج أحمد والحاكم في المستدرك، أن خزيمة بن ثابت ذكر حديثا فيه قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفرس من الأعرابي، وفي الرواية أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه. استتبعه يعني قال له اتبعني، فمضى الأعرابي يتبعه، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يلحقه ربما إلى داره ليعطيه ثمن الفرس الذي اشتراه. قال: فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، ما يدرون عن ذلك، فجعلوا يساومونه في الفرس. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، وهو قد حصل البيع وتم، لكنه ربما طمع في مزيد ثمن عرض عليه. فلما طالت المسافة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يناديه: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي ويقول: هلم شهيدا، من يشهد لك أنك اشتريت؟ فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة، قال: بما تشهد؟ كيف تشهد وأنت لم تحضر البيع؟ قال خزيمة رضي الله عنه: بتصديقك يا رسول الله، يكفي أنك تقول أنه تم البيع فأنا أشهد بتصديقك يا رسول الله. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهذه منقبة لم تحصل في الأمة لأحد سواه رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله: المرتجز كان أشهب،
وقلت لكم الأشهب هو البياض المختلط بسواد في لونه، وهو أيضا من أجمل الألوان التي تكون في الحيوان، وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الحاكم: كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يسمى المرتجز. قيل في سبب تسميته بالمرتجز أنه كان له صهيل حسن كأنه ينشد رجزا فسمي بالمرتجز، وإلا فالرجز لون من الشعر الذي يذكره الشعراء وسمي الخيل بذلك كما سمعت. قال رحمه الله: واللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد. فهذه سبعة متفق عليها. هذه السبعة السكب والمرتجز، ثم عدد خمسا متتابعة: اللحيف ويقال اللخيف أو اللخيف، واللزاز والضرب وسبحة والورد. هذه أسماء أشهر أسماء فرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث سهيل، في حديث سهل بن سعد الساعدي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف. هذا الفرس قيل أهداه له عروة فروة بن عمرو من أرض البلقاء، وقيل ربيعة ابن أبي البراء، فرد له النبي عليه الصلاة والسلام مقابلها إهداء هدية بهدية فرائض من نعم بني كلاب. اللحيف أو اللحيف فعيل بمعنى فاعل. قالوا سمي كذلك لأنه كأنه يلحف الأرض بذنبه لطول ذيله إذا مشى، فكأنه يغطي الأرض من ورائه فسمي باللحيف من اللحاف. وقيل أيضا بضم اللام وفتح الحاء لحيف أو لحيف، والبعض يضبطها بالخاء أنه اللخيف. وقال الواقدي: سمي اللحيف لأنه كان يلتحف بعرقه، شبه بلحيف الجبل أو بلحيف الجبل وصغر. أما الخيل الرابعة المسمى باللزاز، أهداه له المقوقس حاكم الإسكندرية في مصر، ولزاز من قولهم لاززته بمعنى لاصقته، كأنه يلتصق بالمطلوب إذا سعى لسرعته فيدرك ما يريد من سرعة عدوه وجريه. وقيل بل سمي باللزاز لاجتماع خلقته، فهي كأنها مجتملة منضغطة، والملزز المجتمع الخلق. وقيل قال الواقدي سمي لزازا لأنه كان ملززا موثقا. أما الخامس فهو الضرب، أهداه له أيضا فروة بن عمير الجذامي. الضرب واحد الضراب، وهي الروام الصغار، سمي كذلك لكبره وسمنه، وقيل بل لقوته وصلابة حافره. الخيل السادسة سبحة، وسبحة هي التي ذكر فيها حديث أنس رضي الله عنه لما سئل: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه. سبحة فرس شقراء اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرابي من جهينة بعشر من الإبل، وسابق عليها يوما فأقبلت في وجوه الخيل فسميت سبحة من قولهم فرس سابح إذا كان حسن مد اليدين في الجري كأنه يسبح، ويقال سبح الفرس في جريه لسرعة عدوه وخطوه. أما سابع هذه الأفراس فهو الورد، الذي كان قد أهداه له تميم الداري رضي الله عنه، فأعطاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحمل عليه في سبيل الله، ثم وجده يباع برخص، أخذ عمر رضي الله عنه الفرس ثم حمل عليها في سبيل الله، يعني جعلها في أدوات الغزو والجهاد في سبيل الله، ثم رآه يباع برخص فقال: لا تشتره، الورد لون بين الكميت والأشقر. ويروى أيضا أن خيل الورد كانت لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فهذه سبعة متفق عليها. سبعة متفق عليها، ويذكر بعضهم أفراسا أخرى سيأتي إشارة المصنف إليها، لكنهم اتفقوا على هذه السبعة.
السكب والمرتجز واللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد. قال: جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار. أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمر أعزه الله بطاعته. جمعت السبعة في البيت الذي سمعت: والخيل سكب لحيف سبحة ضريب لزاز مرتجز ورد لها أسرار. وجمعها بعضهم في غير ذلك كقول بعضهم: لم يزل في حربه ذا وثبات وثبات، كلفا بالطعن والضرب وحب الصافينات، من لزاز ولحيف ومن السكب الموات، ومن المرتجز السابق سبق الذاريات، ومن الورد ومن سبحة قيد العاديات. وجمعها آخرون كما ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في قوله: سكب لزاز ظريف وسبحة مرتجز ورد لحيف سبعة. وليس فيها عندهم من خلف، والخلف في ملاوح والطرف، كذاك ضرس وشحى مندوب، مرواح بحر أدهم النجيب، أبلق مع مرتجد مع يعسوب، سرحان والعقال سجل يعبوب. ذكر أسماء جملة من الأفراس والخيل التي اختلف في عدها كما أشار إليها المصنف الآن هنا. قال: وقيل كانت له أفراس أخر 15، ولكن مختلف فيها. وسمى بعضها الحافظ العراقي في الأبيات التي سمعت قبل قليل: وكان دفة سرجه من ليف، وكان له من وكانت دفة سرجه من ليف. السرج ما يوضع على ظهر الخيل للركوب عليه، ولكل سرج دفتان، يعني جانبان عن يمينه وعن يساره. قال: كانتا من ليف. والليف هو الليف الذي يؤخذ من سعف النخل، يستخدم في كثير من الأعمال والصناعات، ومنها ما كان في دفة سرج خيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربما ركب الخيل صلى الله عليه وسلم عريا من غير سرج، وهذا أيضا في أعلى مراتب الفروسية وثبات الفارس على الخيل، وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك القدح المعلى صلوات الله وسلامه عليه. أوجز المصنف الخلافة في بقية الأفراس، قال: كانت له أفراس أخر 15. بعض المعتنين بالسيرة أوردها كالأبلق الذي حمل عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، وذو العقال وذو اللمة، وكانت فرسا لعكاشة بن محصن، المرتجل والمرواح والسرحان واليعسوب واليعبوب والبحر والشحاء والسجل وملاوح والطرف والنجيب. هذه 15 مختلف في عدها بين أرباب السير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان له من البغال دلدل، وكانت شهباء أهداها له المقوقس، وبغلة أخرى يقال لها فضة أهداها له فروة الجذامي، وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة، وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل. وقد قيل إن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها. هذه 5 من البغال سماها المصنف رحمه الله. البغلة الأولى دلدل، التي أهداها له المقوقس حاكم الإسكندرية بمصر لما بعثه له النبي عليه الصلاة والسلام بالخطاب الذي يدعوه فيه للإسلام، فأرسل بعض الهدايا ومنها هذه البغلة المسماة بدلدل. كانت شهباء، يعني كان لونها بياضاً مختلطاً بسواد. قال: والثانية بغلة يقال لها فضة، وقد أهداها له فروة الجذام. والثالثة بغلة شهباء أهداها صاحب أيلة، والرابعة أهداها صاحب دومة الجندل. إذا قيل صاحب أيلة، صاحب دومة الجندل، صاحب عمان، فالمقصود حاكمها أو المسؤول عنها أو أميرها. فكل هؤلاء إذا كتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الإسلام، ربما أجاب بعضهم تلك الخطابات ورد مع الوفود ومع رسل رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا كما حصل هنا مع صاحب أيلة وصاحب دومة الجندل. أما الخامسة قيل إن النجاشي قد أهدى أيضا بغلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يركبها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الحمير عفير وكان أشهب، أهداه له المقوقس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فروة الجذامي. عفير أشهر ما سمي من الحمير التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا في جملة هدايا المقوقس حاكم الإسكندرية بمصر، فإنه قد أهدى له جملة من الهدايا: بغلتان وحمار وجاريتان كانت فيهما مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه. انتهى رحمه الله من ذكر أسماء الخيل والبغال والحمير، فيشرع عندئذ في ذكر الإبل التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن الإبل القصواء، قيل وهي التي هاجر عليها، والعضباء والجدعاء، ولم يكن بها عضب ولا جدع، وإنما سميت بذلك، وقيل كان بإذنها عضب فسميت به. وهل العضباء والجدعاء واحدة أو اثنتان؟ فيه خلاف، والعضباء هي التي كانت لا تسبق، ثم جاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه. سمى رحمه الله ثلاثة من الإبل، أولها القصواء، وهي ربما كانت من أشهر الإبل والنوق التي حفظ اسمها في السيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل هي التي هاجر عليها، وهي التي حج عليها حجة الوداع صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والعضباء والجدعاء. العضباء من العضب، وهو شق الأذن، والناقة العضباء مشقوقة الأذن، أما الجدعاء فمقطوعة الأذن، فالأجدع من قطع أنفه أو أذنه، فإذا قيل ناقة جدعاء أو شاة جدعاء معنى أنها مقطوعة الأذن. قال: العضباء والجدعاء، هل هي ناقتان أو ناقة واحدة؟ فيها خلاف، وبعض أهل العلم يذكر أنها واحدة، بل بعض المؤرخين يقول إن القصواء هي العضباء والجدعاء، فليست إلا ناقة واحدة تعددت أسماؤها، وجزم بذلك بعضهم كالإمام محب الدين الطبري رحمه الله تعالى. فسواء عددت العضباء والجدعاء واحدة أو عددتهما اثنين، فهما أيضا في خلاف هل هما ذاتهما القصواء أو غيرهما. نبه تنبيها آخر فقال: لم يكن بها عضب ولا جدع، يعني سميت عضباء ولم تكن مشقوقة الأذن، وجدعاء ولم تكن مقطوعة الأذن، لكنه اسم فقط أطلق عليها، ولهذا قال: وإنما سميت بذلك. وقول آخر: بل ما سميت عضباء إلا لشق في أذنها، وأشار إلى الخلاف هل هما ناقتان أو واحدة. ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام ناقة، وهي العضباء وقيل القصواء، فكانت تسابق فلا تسبق، يعني إذا أجري السباق بين الإبل كان لا يسبقها شيء من النوق، حتى جاء أعرابي على قعود له. القعود ما يكون من الذكر من ولد الإبل إذا أمكن الجلوس والقعود عليه يسمى قعودا، وهذا إذا تم له سنتان إلى ست سنوات يسمى قعودا. فأقبل الأعرابي على قعود له فسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا حاصلا لأول مرة وما سبقت قبله. قال: فشق ذلك على المسلمين. لماذا شق عليهم؟ كيف تسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يحبون حتى نوقه عليه الصلاة والسلام، ولا يفرحون بأن ناقة سواها تسبقها، فشق ذلك عليهم، يعني كأنهم حزنوا لذلك.
فكان للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف توجيه نبوي كريم، قال: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه. أعطانا درسين كبيرين في هذه الجملة. الأول: ألا تفرح بشيء من أمور الدنيا مهما كبرت في أيدي أصحابها. أي شيء أعطيت إياه من أمور الدنيا فافرح به، لكن لا تبالغ في الفرح به. لا تظن أن السيارة التي اشتريت، والبيت الذي سكنت، والزوجة التي تزوجت، والولد الذي رزقت، والوظيفة التي أنت فيها، لا تظن مهما بلغت في تلك الأمور أعلى المراتب أنك أصبحت أعلى بني آدم رتبة على وجه الأرض. تواضع، والتواضع يقتضي أنك مهما فرحت بشيء مما أوتيت فافرح به واحمد الله عز وجل، لكن لا يعني هذا أنه لن يبلغ أحد نعمة أعلى مما أوتيت. هذه واحدة. وأما الثانية فالتواضع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيشه ويربي عليه أصحابه. نعم، كانت ناقته لا تسبق، لكن الله قدر في أمر أن تأتي ناقة ذلك الأعرابي أو قعود ذلك الأعرابي فيسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطانا هذا الدرس الكبير: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه. من الدنيا، أما ما رفع الله عز وجل من أمر الكرامة الأخروية والعزة بالدين فلا يضع شيئا رفعه الله عز وجل، لكن أمور الدنيا مهما ارتفعت، المناصب والجاه والأموال وكل أمور الدنيا، كل شيء يرتفع له نقصان، وهكذا سنة الله عز وجل في الحياة. فكان بهذا توجيه نبوي كريم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فأهداه يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. غنم عليه الصلاة والسلام في غنائم بدر التي نصره الله تعالى فيها على قريش، فكانت هزيمة لهم وكان نصرا وعزا للمسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. كان فيما غنم من الغنائم صلوات الله وسلامه عليه جملا مهريا. الإبل المهرية منسوبة لقبيلة مهرة بن حيدان من قبائل اليمن، من أنفس أموال العرب وأجود أنواع إبلها على الإطلاق، فيقال لها جمال مهرية أو إبل مهرية نسبة إلى قبيلة مهرة ابن حيدان باليمن. هذه الإبل وتلك النوق من أوصافها التي تتميز بها عن سائر أنواع الإبل عند العرب أنها نجائب تسبق الخيل إذا عدت، وهذا في أندر ما يكون في الإبل، أن يكون لها من السرعة في العدو ما تسابق الخيل وتسبقها. فهي نجائب، جمع نجيب يعني إبل فريدة نفيسة يفرح بها أصحابه، وهي من أنفس ما تكون. غنم النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر جملا مهريا، كان صاحبه أبا جهل، فوقع في المغنم، وكان أبو جهل قد حلاه بحلقة من فضة في أنفه، ولهذا قال: في أنفه برة من فضة. البرة حلقة تجعل في أنف البعير، وكانت من فضة لشدة حفاوة أبي جهل ببعيره هذا، فوقع في المغنم الذي أصابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. قال رحمه الله: فأهداه يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. أهداه لمن؟ أهداه للبيت الحرام هدياً فذبحه عليه الصلاة والسلام. أهداه يعني ذبحه هدياً للبيت الحرام يوم الحديبية. ويوم الحديبية لما قدم عليه الصلاة والسلام محرماً ساق الهدي بين يديه هو وأصحابه، ومنعه كفار قريش كما علمتم سنة 6 من الهجرة. وبعد المفاوضات تم صلح الحديبية، وكان من أول شروطه ألا يدخل البيت الحرام ولا يعتمر صلى الله عليه وسلم هذا العام، وأن يعود من العام القابل، تسلطا وأذى من قريش ألا يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرم ذلك العام.
إثباتا لعلو كعبهم ونفوذ كلمتهم، لئلا يقال إنه غلب أمرهم فدخل صلى الله عليه وسلم. فقد كانوا محرمين، وأنتم تعلمون أن من أحرم وجب عليه أن يتم عمرته، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. من منع من دخول الحرم بعد إحرامه فلا يتحلل إلا بهدي يذبح ويبعث في الحرم ثم يتحلل صاحبه. قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم الحديبية أن ينحروا الهدي ويتحللوا، فلما تباطؤوا في ذلك لما شق على نفوسهم مما أصابهم من الجور الذي شعروا به في شروط قريش يوم الحديبية، بادر عليه الصلاة والسلام بنصيحة ورأي أم سلمة رضي الله عنها أن يخرج إلى الناس فيحلق رأسه أمامهم. قال: أهدى ذلك الجمل الذي غنمه وقد كان لأبي جهل، يعني بعث به إلى الحرم فذبح هناك إغاظة للمشركين. قال بعض أهل العلم: هذا الجمل الذي كان لأبي جهل خاتمته أجمل من خاتمة أبي جهل نفسه، فإنه نحر في سبيل الله وأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت له 45 لقحة، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل. هذا أيضا من عداد الإبل، لكنه لم تكن من النوق التي يعدها للركوب، لم تكن من ركائبه عليه الصلاة والسلام، بل من الإبل التي ينتفع بألبانها وبلحمها إن شاء صلى الله عليه وسلم، تسمى لقحة. قال: كانت له 45 لقحة ومعها مهرية، هي أيضا من النوق التي تنسب إلى قبيلة مهرة ابن حيدان، أرسل بها إليه سعد بن عبادة، كانت من نعم بني عقيل، يعني من بهائم الأنعام لهم. وكانت له 100 شاة لا يريد أن تزيد، كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. كانت له عليه الصلاة والسلام 100 شاة يرعاها بعض أصحابه كما يرعى الإبل ال45 لقحة التي كانت عنده. هذه الشياه التي كانت عنده كان يحرص عليه الصلاة والسلام ألا تزيد على 100، كلما ولدت ذبح مكانها شاة، هكذا عمد عليه الصلاة والسلام. وقد دل على ذلك كما أخرج بعض أصحاب السنن في حديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه، وفي رواية ابن حبان في صحيحه للحديث قال لقيط بن صبرة: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، والمراد أنها صنعت لهم طعاما تكرمهم به رضي الله عنها وأرضاها. قال: ثم أوتينا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر، فأكرمتهم وضيفتهم عائشة رضي الله عنها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح، يعني إلى المستراح من المرعى، ومعه سخلة تيعر، يعني ابن لشاة حديث عهد بولادة له صوت يصيح به ويرتفع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما ولدت يا فلان؟ يعني إذا كان هذا مولودا فما ولدت؟ قال الراعي: بهمة يا رسول الله. البهمة صغير الشياه. قال: فاذبح لنا مكانها شاة، يعني أصبحت 101 الآن، فلما ولدت قال: اذبح لنا مكانها شاة. ووافق هذا وفد بني المنتفق وهم ضيوف عنده صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها. كأنه رأى عليه الصلاة والسلام في وجوههم الحرج
أنه تكلف لهم أن يذبح شاةً، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطيب خواطرهم وأن يطمئن نفوسهم، فقال: لا تحسبن أننا ذبحنا شاةً أو ذبحناها من أجلك، قال: لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاةً، إلى آخر الحديث. فدل هذا على 100 شاة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان هديه فيها، كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاة، وبارك الله له في الشياه، فما زالت تتوالد، والنبي عليه الصلاة والسلام له من ذلك الطعام وإكرام ضيفه صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكانت له 7 أعنز مناح منائح ترعاهن أم أيمن. كانت له 7 أعنز، جمع عنزة، منائح، المنائح جمع منيحة، والمنيحة أن تكون للشخص ناقة أو بقرة أو شاة ذات لبن، فيدفعها إلى من يشرب لبنها ثم يردها إليه، فهي منحة ليست مستدامة، إنما يستفيد منها الممنوح شرب اللبن لا غير. كانت للنبي عليه الصلاة والسلام 7 أعنز منائح، فكان بعض الأنصار يهديه، وبعضهم يرسل له منيحة عنز تبقى عنده يشرب عليه الصلاة والسلام باللبنها. فانظر كيف كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم. كان أحدهم لا يهدي لرسول الله عليه الصلاة والسلام قدحا باللبن، ولا يهدي له إناء، ولا يرسل له يوما ويوما، لا يهديه العنزة بأكملها تكون عنده يحلبها صلى الله عليه وسلم متى شاء كل يوم، فتبقى العنزة بلبنها منيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت له 7 أعنز ترعاهن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تم هذا الفصل، وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله كما سمعتم الخيل والبغال والحميرة، وذكر الإبل والنوق، وذكر في آخر ذلك الأعنز. هذه دواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كما ترى هي على نمط حياة العرب آنذاك، ما تكلف شيئا ولا استدعى شيئا ولا جمع شيئا، ومع ذلك فلم يشغله كل ذلك عن مسيره الأعظم عليه الصلاة والسلام في الدعوة وتبليغ الرسالة. فربما كان المال عند صاحبه مشغلة وملهاة، وكان غلبة وقته وأمره وهمه في رعاية ماله، وربما كان الموفقون أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يحملون هم الدين وخدمته وتبليغه والقيام على شؤون الدعوة، ويكون لهم من الخير الذي يرزق الله تعالى أحدهم بما شاء، فيكون عونا لهم على ما هم فيه من طاعة وخدمة لدين الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل طويل الذيل قليلا، يعدد فيه المصنف رحمه الله ما نقله أهل العلم وأرباب السير مما حفظ من لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب لطيف، فيه أسماء أنواع الألبسة التي فقد كثير منها اليوم، بمعنى أنه ليس للناس عهد بلبس مثله، فيعرف اسمه وطريقة الناس في لباسه، لكن الهدي العام في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس ما تلبسه العرب آنذاك، فلبس لباس قومه، كانوا يلبسون الإزارة والرداء والقميص والجبة والعمامة، لبس كل ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يكن يتكلف في لباسه شيئا يدعو إلى الفخر والخيلاء والمباهاة، لم يكن عليه الصلاة والسلام يعمد في اللباس إلى ما يشتهر به بين الناس ويتميز به بين أصحابه، بعيدا عن مظاهر الأبهة والخيلاء والمفاخرة، يلبس ما يلبسه الناس. ولذلك ربما يدخل الداخل مسجده صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فيسأل: أيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ لم تكن مناصب العظمة يوما بلباس صاحبها،
لكن العظمة هي فيما يكتب الله عز وجل للعبد من علو قدر ورفعة شأن في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن أعظم البشر قدرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رفع الله قدره وأعلى شأنه وأوجب على الأمة محبته والاقتداء بسنته وطاعته صلى الله عليه وسلم. في هذا الفصل يعدد أسماء أنواع اللباس من عمامة وقلنسوة ومن سائر أنواع الألبسة التي تأتي تباعا. هذا الفصل نتعلم منه جملة من الأمور، أولها هذا الرصد العجيب، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام ما رأيناه بأعيننا، لكن الوصف الدقيق الذي حفظت فيه الرواية لكل شأنه جعلتنا كأننا نراه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن هذا الباب من اللباس فيه شيء من ضوابط الشريعة التي نهت الرجال عن الحرير وعن إسبال الثياب وعن التشبه بالكفار وعن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، هي ضوابط في الشريعة لللباس، ثم ليلبس المسلم بعد ذلك ما شاء من المباح في ضوابط ما جاءت به الشريعة. في هذا الفصل نتعلم تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في لباسه وطعامه وفراش نومه كان يأخذ بما تيسر بين يديه عليه الصلاة والسلام، لم يكن يتكلف لباسا كما لم يكن يتكلف طعاما ولا يتكلف فراشا عليه الصلاة والسلام، إنما هو اليسير الذي يكون بين يديه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كانت له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها تحت القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة. العمامة معروفة، وقد قالوا العمائم تيجان العرب، فكان العرب إنما يلبس العمامة على رأسه غطاء له وزينة وجمالا، ولم يكن من مروءة العرب أن يمشي أحدهم حاسر الرأس مكشوفا، وكانوا يأنفون من ذلك، فكان هذا أيضا من سمت لباسهم ومن هيئتهم. العمائم تيجان العرب، لم يكونوا ملوكا وإن كانوا رعاة إبل وغنم، لكن العمائم أشبه بالتاج الذي يلبسه الملوك والعظماء. كان للنبي عليه الصلاة والسلام عمامة، ولبس العمامة ولم يزل يلبسها، وتعددت ألوان عمائمه عليه الصلاة والسلام، ومنها ما سيأتي ذكره من العمامة السوداء ونحوها. قال هنا: كانت له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها تحت القلنسوة. العمامة التي تلف على رأس العربي وتعصب على رأسه ربما تكون مع القلنسوة أو بغير قلنسوة، والمقصود بالقلنسوة غطاء للرأس ذو قبة، فإذا كان في القتال تكون من حديد ويكون معها المغفر، وفي غير القتال تلبس القلنسوة أيضا نوعا من غطاء الرأس، فربما تلبس العمامة بغطاء ذي القبة المسمى بالقلنسوة وتلبس من غيرها. قال رحمه الله: وكان يلبسها تحت القلنسوة. إذا لبست القلنسوة لفت عليها العمامة، فأيتهما تكون تحت الأخرى؟ القلنسوة تحت العمامة. قال هنا: وكان يلبسها تحت القلنسوة. قال محقق النسخة: هكذا في جميع أصول الكتاب وهو سبق قلم، ويشبه هذا ما يحكى في كتب النحو من أمثلة القلب، كقولهم: أدخلت القلنسوة في رأسي، والصواب أدخلت رأسي في القلنسوة، لكن هذا من القلب الذي جرى في النحو يضرب به المثال، وقولهم: خرق الثوب المسمار، والصواب أن المسمار هو الذي يخرق الثوب، ويقولون: كسر الزجاج الحجر، وهكذا. فالمقصود أنه كان يلبس العمامة ويلبس القلنسوة تحتها، وربما لبس القلنسوة بغير عمامة أو العمامة بغير قلنسوة، كل ذلك كان في غطاء رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث أنه قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. الحديث أخرجه مسلم وهو في وصف دخوله مكة عام الفتح صلى الله عليه وسلم، قال رأيته على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. طرف العمامة إذا لفت فإنها تكون مرخاة، تكون بين الكتفين، تنزل هكذا. قال هنا في الرواية أرخى طرفيها، وفي سنن أبي داود بلفظ أرخى طرفها مفرداً وهو الراجح، فإن للعمامة إذا لفت على الرأس طرف واحد، طرفاً واحداً وليس طرفين. في وصف حديث عمرو بن حريث الذي أخرج مسلم في الصحيح كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. حديث عمرو بن حريث مختلف في لفظه وليس في جل طرقه ذكر الإرخاء، وسيشير المصنف إلى أن حديث جابر في مسلم لم يرد فيه ذكر الذؤابة. نعم. قال وفي مسلم أيضاً عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام كما في رواية مسلم، ودخل مكة يوم فتحها عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه، بل عامة طرق حديث عمرو بن حريث لم يرد فيها ذكر الإرخاء أيضاً. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري، فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. الحديث طويل، أخرجه الإمام الترمذي وغيره وصححه عدد من أهل العلم. قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة يعني أقامها، فصلى وتجوز في صلاته يعني خففها، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا فقال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، أني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت ربي لبيك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب، قالها ثلاثا، قال فرأيته وضع كفيه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال يا محمد قلت لبيك رب، قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات، قال ما هن؟ قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في المكروهات، قال ثم فيما؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام، قال سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. فأشار إلى هذا الحديث أن إرخاء الذؤابة وهو طرف العمامة كان صبيحة اليوم الذي رأى فيه هذه الرؤيا في المنام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث وهو في الترمذي، وسأل عنه البخاري فقال صحيح. قال فمن تلك الغداة أرخى الذؤابة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره.
تم الحديث هنا على العمامة، وسيأتينا في المجلس القادم إن شاء الله القميص والجبة والإزار والرداء وسائر أنواع الألبسة على نبينا أفضل الصلاة والسلام. فاستكثروا ليلتكم من صلاتكم وسلامكم عليه، فعليه صلى الله ما سقع الضيا وترنمت ورقاء بالأشعار، وعليه صلى الله ما التف الدجى وترددت ذكراه في الأقطار. صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك يا رب حبك وحب من يحبك وكل حب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.